وجود معهد زي معهد الكونسرفاتوار في مصر معناها ان مصر من البلاد المتقدمه جدا جدا، ان احنا كلنا مصريين بندرس الموسيقى الكلاسيكيه بنحبها جدا وبنتميز فيها. والنهارده موجودين شباب اتخرجوا من الكونسرفاتوار بياخذوا كل الحفلات والاوبرات وبيقدموا الفن الكلاسيكي بره مصر في البلاد الغربيه. حاجه جميله جدا جدا ان مصر ولاده، والمعهد الكونسرفاتوار لا يزال بيخرج الدفعات اللي النهارده احنا موجودين بنسمع لهم العزف بتاعهم الجميل جدا مع براعم وشباب، وان شاء الله ربنا يوفقهم وتفضل دايما يفضل الكونسرفاتوار دايما بيخرج لنا دفعات متميزه زي ما تعودنا منه. الحفلة كانت بصراحة كنت متوتر شوية، بس دي يعني أول مرة ليا واستمتعت بصراحة. كان شعور حلو إن أنا طالعة على المسرح كنت فرحان طبعا. في الأول كنت خايف شوية طبعا. اتعلمنا بقى إن احنا نقف على المسرح ونقدم شغل للجمهور وبس يعني كنت بحضر بروفات في الكونسرفتوار، وكنا كل أيام كنا بنيجي نذاكر مع بعض وبنعمل أعمال مع بعض، والحمد لله يعني قدرنا نفرح الجمهور ونعمل حفلة كويسة. طبعا هي أول حفلة ليا وأول مرة أكون على مسرح وكده، ويعني هي حاجة كبيرة جدا. حاجه جميله بالامانه، يعني انا ما كنتش متصبر وجاي يمكن اشوفها، لكن انا اعجبت بالعزف الرائع والمايستروهات. بسم الله ما شاء الله رجعونا للزمن زمان، يمكن انا راجل عجوز وعلى المعاش، لكن رجعوني زمن رائع جميل، زمن السمع، زمن العزف الجميل اللي انا مش لاقيه دلوقتي بالامانه في الوقت الحالي. الحفله عجبتني جدا، والبراعم كانوا هايلين، اللي هم الولاد بتوع ابتدائي واعدادي وثانوي كانوا هايلين جدا، وبرضو الكبار عجبتني النهارده جدا الاستاذه السوبرانو العالميه ايمان مصطفى، الاستاذ حسن شراره،